السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، ولازلنا في تغطية عروض بندا من يوم 15 إلى يوم 21 فبراير، والعروض الرمضانية مقاضي رمضان بدون ضريبة. هنشوف دلوقتي فيديو على المشروبات، وأول حاجة هنشوفها اللي هي الحليب. هنشوف عروض الحليب في عرض. أول حاجة هنشوفها اللي هو نادك نازل الأربعة اللي هما مع بعضيهم لتر، ده أربعة في لتر، يعني الأربعة دول كل واحد لتر، يعني سواء قليل الدسم أو كامل الدسم، نازلين من 24 ريال ل22 ريال. ده عرض أسبوعي على نادك. العرض القوي جدا في الحليب زي ما احنا صورناه في الفيديوهات اللي احنا عملناها، اللي هو حليب السعودية. حليب السعودية اللي هو 1 لتر الكرتون نازل حصر للأعضاء ب58 ريال بدلا من 70 ريال. ده اللي هو حليب السعودية، حليب كامل الدسم أو قليل الدسم. دي العروض اللي هي على حليب الكرتون. حليب الكرتون يبقى فيه عرض على نادك اللي هما 4 لتر، وفي عرض على حليب السعودية اللي هو 12 لتر. في برضو عروض نازلة هنا لمدة 4 أيام على حليب المراعي اللي هو بالفراولة وبالفانيليا وبالموز. نازل هنا الاتنين حبة نازلين حصري للأعضاء بدلا من 54 ريال نازلين 35 ريال. اللي هو الكرتون فيه 18 حبة، العلبة 150 ملي، نازل حصر للأعضاء الأربع والخميس والجمعة والسبت، يعني آخره يوم السبت إن شاء الله العرض ده. حليب المراعي اللي هو 18 ملي، أي نوع بقى منه، الـ2 حبة ب35 بدلا من 54 ريال حصري للأعضاء. وشايفين ناس كتيرة واخدة منه كمان اهو. في نادك برضو اللي هو 200 ملي، الـ200 ملي نازلين 34 ريال بدلا من 38.5. الكرتون فيه 18 واحد اللي هو نادك. برضو في ندى برضو اللي هو بالفراولة وبالفواكه والعادي، برضو اللي هو الكرتون اللي في اللي هو 125 ملي في 18 واحدة، نازل بكام؟ ب19 بدلا من 22 ريال، 19 بدلا من 22 ريال. دي عروض حليب الكرتون. عروض حليب البودرة والحليب المجفف. هنشوف أول حاجة هنشوفها اللي هو الخير ده اللي هو كام؟ 1 لتر و800 نزل من 85 ل70 ريال، نزل من 85 ل70 ريال، اللي هو 1 كيلو و800. في برضو الخير اللي هو 2.5 كيلو نازل ب90 بدلا من 113 ريال، نازل 90 بدلا من 113 ريال، اللي هو 2.5 كيلو اللي هو العلبة ده. في برضو عرض على الطائي اللي هو 1 كيلو و800. الطائي حليب مجفف، الطائي ده 1 كيلو و800 نازل ب79 بدلا من 83، 79 بدلا من 83. الطائي 1 كيلو و800. فكده احنا شفنا الخير وشفنا الطائي. في برضو انكر اللي هو 2.5 كيلو نازل ب88 بدلا من 97 ريال. انكر من الانواع اللي بيكون عليها اقبال كبير جدا وناس كتيرة بتشتريها، نازل هنا عليها عرض 88 بدلا من 97 ريال. في طبعا كميات كبيرة ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. في برضو هنا على نيدو الناس بقى اللي بتحب تشتري نيدو، نازل على اللي هو 1 كيلو و900، يعني 2 كيلو الا شوية، هو نازل من 87 لحد 72 ريال، 87 لـ72 ريال، اللي هو نيدو الحجم ده اللي هو حجمه كام؟ 1 كيلو و900، 950.
ده برضو على حليب نيدو، في اللي هو برضو فريشكو، فريشكو اللي هو 900 نازل من 28 ريال ل 24 ريال، فريشكو من 28 ريال ل 24 ريال، فريشكو برضو. في فريشكو اللي هو 2 كيلو وربع نازل ب 43 بدلا من 51 ريال، 43 بدلا من 51 ريال. في عرض حلو جدا، وده العرض بقى القوي جدا في العروض اللي هي في الحليب المجفف، اللي هو الانكر اللي هو 1 كيلو و800 نازل حصري للأعضاء ب 33 ريال بدلا من 60 ريال ونص، يعني يعتبر نصف السعر، هو قريب من نصف السعر. عرض حصري للأعضاء اللي هو انكر اللي هو 1 كيلو و800 نازل 33 بدلا من 60 ونص، حصري للأعضاء. في برضو المراعي، المراعي ده نازل اللي هو 2 كيلو وربع نازل من 86 ل 81 ونص، من 86 نازل 81 ونص. المراعي اللي هو كام؟ 2 كيلو وربع. دي كل عروض الحليب المجفف. عروض الشاي، هنشوف اول عرض في الشاي اللي هو الربيع، اللي هو الاكسبريس، اللي هو الحجم الكبير ده، اللي هو 300 فتلة، يعني نزل عليه عرض من 39 ريال الى كام؟ الى 30 ريال. العبوة فيها 30 فتلة او 30 حبة. عرض حلو جدا، من العروض القوية جدا هذا الاسبوع، وحصري للاعضاء، نازل 30 بدلا من 39 ريال، اللي هو الربيع اللي هو 100 فتلة. في برضو عرض على الربيع اللي هو 800 جرام، اللي هو الفرط ده او اللي هو الناعم، ده نازل من كام؟ من 37 ل 27 ريال، اللي هو 800 جرام، 800 جرام. دي عروض قوية جدا في شاي الربيع. عروض شاي ليبتون، في شاي ليبتون اللي هو الميت كيس او الميت فتلة، ده نازل من 18 ونص ل 15 ريال، من 18 ونص ل 15 ريال. لو جنبك الدانوب نفس العرض موجود في الدانوب، 15 بدلا من 18 ونص. نشوف برضو اللي هو الفرط اللي هو 400 جرام، ال 400 جرام ده نازل عرض حلو جدا، 14 ريال بدلا من 18 ريال 75 هلله، نازل 14 ريال بدلا من 18 ريال 95 هلله، وبدلا من 19 ريال، اللي هو ال 400 جرام الفرط او الحبيبات، وده عرض عادي يعني مش لازم برقم الجوال. رد على الشاي اللي هو ريد ليبل اللي هو الاحمر ده، اللي هو مكتوب عليه شاي تقيل، العبوة فيها 100 كيس، برضو نازل من 13 ريال ل 10 ريال، وناس واخدة منه هو، يعني برضو من العروض اللي الناس بتشتريها وتقبل عليها، نازل من 13 ريال الباكت الى 10 ريال، ريد ليبل 100 حبة. في شاي الربيع اللي هي اوراق كاملة، الباكت ده 1 كيلو، نازل برضو من 46 ونص ل 40 ريال، ده شاي فرط، العبوة دي كيلو بكتبلك عليه اوراق كاملة، نازل عليه عرض من 45 ونص ل 40 ريال الواحدة. شاي الربيع اللي هو شاي اخضر، شاي الربيع شاي اخضر، نازل عرض حلو جدا، 1+1 مجانا، اللي هو 100 حبة، 100 حبة، 1+1 مجانا، 25 ريال، يعني الواحد كده بيتحسب لك ب 12 ريال ونص، وده من العروض القوية جدا هذا الأسبوع، حصري للأعضاء، نازل من 48 ونص ل 25 وربع، يعني مش كامل 25 كمان، يعني الواحد ب 12 ريال و12 هلل. شاي أخضر الربيع العبوة فيها 100 حبة، العبوة فيها 100 حبة. ايضا من عروض الشاي اللي هو شاي احمد، شاي احمد ده برضو نازل كل الانواع عليها عروض، نازل ب 15 ريال الواحد بدلا من 21 ريال، اللي هو شاي احمد رقم 1 اللي هو الانجليزي ده، ده نازل 15 ريال بدلا من 21 ريال، كل الانواع منه، يعني في نوع ب 16 ونص برضو هتلاقيه نازل ب 15 ريال، وفي نوع ب 21 هتلاقيه نازل برضو ب 15 ريال، في نوع هنا برضو ب 16 ونص
15 ريال، برضو الأخضر الشاي الأخضر برضو نازل من 20 ريال ل 15 ريال. يبقى كل الأنواع من شاي أحمد هنا نازل عليها عرض 15 ريال فقط. عروض الحليب المبخر، في عرض نازل على المراعي ال4 حبات، الواحدة 170 جرام، نازل عليها عرض من 14 ريال ل10 ريال أو 9 ريال 95 هرل. حليب المبخر المراعي سواء اللي هو قليل الدسم أو كامل الدسم. أقوى عروض هذا الأسبوع في الحليب البودرة، حليب البودرة اللي هو إنكور، اللي هو حجمه كام؟ حجمه 1 كيلو و800، نزل عليه عرض حصر ذي الأعضاء حوالي نصف السعر هو أو قريب من نصف السعر، نازل من 60.5 لكام؟ ل 33 ريال. 60.5 نازل 33 ريال، من العروض القوية جدا في بند من يوم 15 إلى يوم 21 فبراير. عروض حليب البودرة إنكور، إنكور اللي هو 2 كيلو وربع، ده مش نازل عليه عرض، سعره العادي، سعره العادي كام؟ 77 ريال. 77 ريال. عروض النسكافيه أو القهوة، في قهوة اللي هي ماكسويل هاوس، ماكسويل هاوس دي كام؟ 190 جرام، نازل عليها عرض 26 ريال بدلا من 37 ريال. شايفين الناس واخدة منها برضو. ماكسويل هاوس نازلة من 38، هنا في نوع نازل من 38 إلى 26 ريال، يعني في هي منها كذا نوع. في نوع هنا نازل من 38 ل 26، 190 جرام برضو، وهنا نوع برضو نازل من 37 ل 26 ريال. ماكسويل هاوس. عروض القهوة، في قهوة المهباج، شركة مهباج عاملة عروض حلوة جدا على القهوة، في اللي هي قهوة تركية مع الهيل، قهوة تركية مع الهيل دي نازل عليها عرض من 31.75 هلل ل 24 ريال، 400 جرام. 400 جرام شركة المهباج. وفي برضو عرض هنا على قهوة تركية، القهوة التركية هنا نزل عليه عرض من 30.75 ل 24 ريال برضه، 400 جرام. 400 جرام في هنا برضه قهوة تركية برضه المهباج، نزل عليها 24 ريال. في برضه هنا في قهوة دي قهوة سعودية، زوق دي 250 جرام، نازل عليها عرض من 20 ريال 75 هلل ل 15 ريال. 15 ريال. يبقى في المهباج وفي القهوة السعودية اللي هي زوق، في برضو هنا قهوة تركية، القهوة التركية هنا مايسترو، مايسترو قهوة تركية 250 جرام، نازل عليها عرض من 19 ريال 75 هللة ل 17 ريال، 250 جرام. مايسترو دي عروض القهوة. في برضو هنا عرض على الكابتشينو اللي هو قدامنا ده، تويركا نازل العبوة من 38 ل 31 ريال، فيها 20 ظرف، الواحد كام؟ فيها 25 ظرف، الواحد 20 جرام، الظرف الواحد 20 جرام اللي هو الكابتشينو ده. دي عروض القهوة. في برضو عروض على القهوة اللي هي الكبسولات دي، في القهوة دي برضو دي نازلة عروض بدلا من 29.28، بدلا من 36.28، في كذا نوع منها نازل كله على 28 ريال، اللي هي دي. دي كل عروض القهوة اللي موجودة في عروض بند. برضو هنا في نوع من الكورن فليكس، حبوب الإفطار للرشاقة نسلة، ده 375 جرام، نازل من 29 ريال ل 25 ريال، للناس اللي بتعمل بقى ريجيم ورشاقة وكده. هنا مكتوب عليه صباح مليء بالحيوية
فيتنس بالفواكه، مصدر عالي بالألياف الغذائية بدون ألوان أو نكهات صناعية من شركة نسلة. ده نازل عرض حلو جدا من كام؟ من 29 نازل 25 ريال، يعني نازل عليه خصم حوالي 4 ريال. عرض هنا على النسكافيه الكابتشينو اللي هو قدامنا ده، نازل من 52.5 ل 46 ريال. كل الأنواع منه اهو، من 52.5 نازل 46 ريال الواحدة، 16 حبة. الواحدة 16 حبة، هي نظام كبسولات يعني 16 حبة. في 16 حبة وفي 15 حبة، في 16 حبة، ده 16 حبة، كله 16 حبة، مفيش 15. كابتشينو نظام كبسولات نسكافيه متنوع، نازلة من 52 الواحدة ل 46 ريال. الكورن فليكس، الكورن فليكس احنا دايما بنصوره مع الحليب والمشروبات، لانه طبعا يعني عشان تاكل الكورن فليكس لازم بتحط عليه حليب، فطبعا احنا عشان كده بنصوره مع فيديو الحليب والمشروبات. الكورن فليكس اللي هو نسله ده، العبوه العائليه اللي هي 1 كيلو، العبوه العائليه اللي هي 1 كيلو نازل عليها عرض حلو جدا، نازل عليها عرض من 40.5 الى 25 ريال، 95 هلل يعني 26 ريال، وده من الانواع المميزه جدا في الكورن فليكس. يعني العبوه دي 1 كيلو 26 ريال بدلا من 40 ريال. وهنا من عروض الكورن فليكس، النوع ده من الكورن فليكس اللي قدامنا ده، الواحده 500 جرام، الواحده 500 جرام نازله من 41 ريال ل 26 ريال، برضو من العروض القويه هذا الاسبوع على الكورن فليكس. النوع اللي قدامنا ده نازل 26 بدلا من 41 الواحدة، 500 جرام. ومن عروض الكورن فليكس فيه برضو الكورن فليكس اللي هو مكتوب عليه كالوكوز، ده كالوكوز ده متنوع، نازل من 41 ريال ل 26 ريال، الواحدة 500 جرام. كل الانواع اللي مكتوب عليها الاسم ده كده، ده اسمه كالاكوز، نازل عليه عرض من 41 ل 26 ريال، الحجم بتاعه 500 جرام، الحجم بتاعه 500 جرام. ده طبعا بالشوكولاتة، نازل 26 بدلا من 41 ريال. برضو هنا في نوع من الكورن فليكس، حبوب الافطار للرشاقة نسله، ده 375 جرام، نازل من 29 ريال ل 25 ريال، للناس اللي بتعمل بقى ريجيم ورشاقة وكده. هنا مكتوب عليه صباح مليء بالحيوية، فيتنس بالفواكه، مصدر عالي بالألياف الغذائية بدون ألوان أو نكهات صناعية من شركة نسلة. ده نازل عرض حلو جدا من كام؟ من 29 نازل 25 ريال، يعني نازل عليه خصم حوالي 4 ريال. عرض على الكولا، الكولا اللي هي من 2 لتر و20 ملي، احنا قلنا نخلي بالنا لان في كولا مكتوب عليها 2 لتر و20 ملي، وفي كولا بيكون مكتوب عليها 2 لتر و25 ملي. العرض فقط على ال2 لتر و20 ملي، نازلين ب13 ريال. انت لو رحت جبتهم من سوبر ماركت جنبك هتجيب الواحدة ب9 ريال، هنا نازلين الاثنين ب13 ريال، يعني الواحدة ب6.5، الاثنين حبة ب13 ريال، اللي هو الكولا وبرده في السبرايت والفانتا، يعني العرض متنوع. الناس بتاخد بالها من الكولا وبتنسى ان العرض نازل برضو على السبرايت ونازل على الفانتا. بدي عرض على الكولا والسبرايت والفانتا اللي هو الاثنين لتر وعشرين ملي، الاثنين حبة نازلين ب13 ريال. وفي عرض هنا على البيبسي والمريندا وكل المنتجات اللي هي خاصة بالبيبسي، اللي هي برضو السيفن، السيفن والبيبسي، والبيبسي اللايت كمان، والبيبسي الدايت، نزل الاثنين حبة ب8 ريال 75 هرم، 8 ريال 75 هرم. طبعا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها بقى اللي هو المريندا التفاح، ده جميل جدا، والمريندا البرتقال، في الليمون، في الليمون وفي السفن برضو كويس جدا. العرض هنا الاثنين حبة ب8 ريال 75 هرم. ده على شراب
فواكه مركزة اللي هو التونو نازل الواحد حبة، الواحدة 710 ملي، نزل عليها عرض من 17 ل 15 ريال. دي أحد المنتجات الرمضانية اللي الناس بتهتم بيها جدا، هي والفيمتو. الفيمتو طبعا ب 18.5، لسه مش نازل عليه عروض الأسبوع ده. نازل هنا عصير التونو، عصير الفواكه المركز ده، من 17 ل 15 ريال. وطبعا من المتوقع ان هو هينزل عرضه اكتر من كده في الاسابيع القادمة وفي بداية رمضان ان شاء الله. اقوى العروض هذا الاسبوع على شراب العصير المجفف اللي هو التانج. التانج اللي هو 2 كيلو، نزل عليه عرضين، عرض حصري للأعضاء ب50 ريال، وعرض خاص ب56 ريال، يعني فرق 6 ريال يا جماعة. فطبعا نشتري بالجوال أفضل. ده اللي هو عصير التانج البرتقال وكل الأنواع منه، 2 كيلو، نازل عليه عرضين، حصري للأعضاء 50 وعرض خاص ب56 ريال. ده من العروض المميزة هذا الأسبوع، لأنه نازل عرضين، عرض حصر الأعضاء وعرض خاص. شراب مجفف اللي هو تانك، العلبة 2 كيلو، علبة 2 كيلو. وعرض تاني على شراب الشعير، فيه اللي هو النوع اللي اسمه كلاس. كلاس برضو ده نازل عليه عرض، العبوة نازلة من 27 ل 23 ريال، برضو 6 × 330 ملي، 6 × 330 ملي. شراب شهير كلاس. طبعا العرض نزل على كل الانواع، فيه الرمان وفيه التفاح وفيه الفراولة، كل الانواع نزل عليها نفس العرض. شراب الشعير في الهولستون، الهولستين، في نوع من شراب الشعير اسمه هولستين اللي هو قدامنا ده، بكل الانواع، كبديل متنوع برضه، نزل من 36 ل 30 ريال، يعني خصم 6 ريال. الباكت فيه 6، الواحدة 330 ملي، كل الانواع منه نازل عليه العرض من 36 ل 30 ريال. ده شراب شعير، شراب شعير للناس اللي بتحب انها تشتري الشراب الشعير. برضو هنا ليبتون اللي هو المعلب ده، اي سي تي ليبتون، يعني الشاي اللي هو بيكون بالفواكه ومعلب كده. ده نازل طبعا ب 12.5، نازل ب 12.5 بدلا من 19.5. العبوة فيها 6، الواحدة كام ملي؟ 320 ملي، الواحدة 320 ملي. في نوع منه فيه زيرو شوكر، وفي نوع بالفواكه بالخوخ، وفي كوكتيل فواكه، في انواع متنوعة يعني منه. كل العرض نازل على كل الانواع، نازل من 19.5 ل 12.5، يعني خصم كويس جدا. يعني برضو في شراب الفوار اللي هو الفروتس، شراب فوار فروتس، ده شراب فاكهة متنوع، نازل العبوة نازلة من 19 ريال إلى 15 ريال، العبوة نازلة من 19 ل 15. الحبة الواحدة 330 ملي، الباكت فيه 6، الباكت فيه 6. شراب فواكه فوار فروتس ده طبعا كل انواع منه، في شراب فاكهه بنكهه الرمان، في الكوكتيل، في الليمون، في كل حاجه يعني. الباكت نازل من 19 ريال ل 15 ريال، يعني عليه خصم خمس حوالي كام؟ حوالي 4 ريال. عصير راني، عصير راني اللي هو اللتر ونص ده، تفاح، برتقال، في جوافة، في مانجا، في فواكه مشكلة، نازل الاتنين حبة من 15 ريال إلى 14 ريال، أو 13 ريال، 95 هرل. اللي هو عصير راني احنا بنحب نصوره، لأن في ناس بتحب النوع ده من العصير، مشهور جدا، موجود في كل سوبر ماركت، موجود هنا الاتنين حبة 14 ريال بدلا من 15 ريال. ده على عصير اوريجينال، عصير اوريجينال نازل الكرتون من 30 ريال ل 23 ريال. طبعا الكرتون فيه كام واحدة؟ 15 زائد 3 مجانا، يعني 18 واحدة، 18 واحدة، الواحدة 200 ملي، 200 ملي. وعصير اوريجينال ده اللي بيعجبنا فيه اللي هو بيقول لك زيرو سكر، يعني مفهوش سكر، مفهوش مواد حافظة،
عصير طبيعي زي ما هم كاتبين كده يعني. يعني الكلام حلو جدا على العصير اللي هو اوريجينال ده، فنزل عليه عرض برضه كويس جدا من 30 ريال نازل 23 ريال الكرتون. عروض عصائر الكرتون برضه فيه اللي هو السينتوب والسين كولا، نازل العرض على الكرتون من 38 ل 35 ريال. العبوة فيها 18 واحدة، حجم الحبة 250 مللي، 18 في 250 مللي، نازل العرض من 38 إلى 34 ريال 95 ريال أو 35 ريال، اللي هي السين كولا والسين توب. دي عروض العصائر اللي في الكرتون. عروض العصائر اللي هي في الكرتون، في هنا عرض على العصير اللي هو سان بلاست ده من العصائر العضوية، تفاح ومانجو، وفيه ده اللي موجود قدامنا ده تفاح ومانجو، نازل عليها عرض حلو جدا من 28 ريال نازل 20 ريال. الكرتونة فيها 10، الواحدة 200 مللي. دي شكلها بيكون كده، شكلها بيكون العبوة كده، فيها مصاصة قابلة للتحلل وكيس زي ما احنا شايفين كده. بيقول لك هنا لم يضاف له سكر، 100% عصير عضوي. الكلام حلو جدا والسعر برضه ممتاز جدا على النوع ده من العصير، نازل من 28 ريال ل 20 ريال كل الأنواع منه. عصير الربيع اللي هو الواحد لتر ده نزل باتنين حبة ب 12 ريال بدلا من 14 ريال، كل الأنواع منه متنوع اللي هو الأناناس والعنب والتفاح. طبعا حجم الواحدة 1 لتر، نزل عليها عرض الاتنين لتر يعني 1 زائد 1 ب 12 ريال بدلا من 14 ريال. مكتوب برضو عليه هنا، الحاجات دي انا بحب اقراها جدا، اللي هو المحتويات او الحاجات اللي هي مكتوب عليه 100% عصير بدون سكر، للناس اللي هي طبعا عاملة رجيم او بتحافظ على مستوى السكر. برضو هنا كاتب لك عليه خالي من المواد الحافظة، خالي من الالوان الصناعية. بيهتم جدا بالحاجات دي، نقراها ونقرا تاريخ الانتاج ونقرا كل الحاجات اللي مكتوبه على العلبه. اي منتج، مش لازم العصير يعني، اي منتج. وانا في نوع من العصير اسمه كامبا، عصير كامبا ده متنوع، الواحده لتر برضو نازل عليه عرض الاتنين حبه من 18 ريال ل 11 ريال، نزل باتنين حبه من 18 ريال ل 11 ريال، والواحده لتر، واحده لتر عصير كامبا. هنا في عرض على عصير الربيع، عصير الربيع متنوع، عصير الربيع متنوع نازل من 24 ريال ل 21 ريال. الكرتون فيه 24 حبة، الكرتون فيه 24 حبة، الواحدة 120 مللي، الواحدة 120 مللي. كل أنواع عصائر الربيع اللي هو من النوع ده، اللي هو 120 مللي فيه 24 حبة، نازل 24 ريال من 24 ريال ل 21 ريال. عروض العصائر الطازجة، العصائر الطازجة نازل عليها عرض اللي هي المراعي، المراعي نازل لاتنين حبة 1 لتر و400 بدلا من 18 ريال نازل 16 ريال، بدلا من 18 نازل 16 ريال، يعني الواحدة ب 8.5 اللي هي المراعي. في بقى كل العروض الباقية، مثلا في نادا دي نازل عليها أصلا سعرها 8.5 برضه، 8.5 سعرها الصافي معلوش عرض، هو العرض على المراعي فقط في العصائر الطازجة. ودي كانت آخر حاجة معانا النهاردة بقى في الفيديو اللي احنا عملناه على المشروبات والحليب والشاي وكل المنتجات الخاصة بالمشروبات، سواء الطازجة أو الكرتون أو كل الأنواع من العصائر والمشروبات والحليب، هتلاقوها في الفيديو ده. أتمنى لو أنت وصلت معايا لنهاية الفيديو يبقى أنت نجم كبير جدا، وأنا بشكرك جدا جدا. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، كونوا معانا دايما كل يوم في جديد، ولا زلنا في تغطية عروض بندا الأسبوعية الرمضانية، عروض قوية جدا، كل يوم عروض جديدة من بندا هتكون موجودة في القناة. كنا معكم من عروض بندا، جوكر العروض، مصر اليوتيوب، قناة أقوى العروض، تحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.